اليوم فعلا ما ندعو ليه في سفراء الحب الموسم الثاني أن نفعل قضية العلاقة الفريدة التي بيننا وبين الكتاب، وسنطلع الآن على إحصائيات مذهلة جدا في تأخرنا نحن كأمة عربية وكأمة إسلامية. المصيبة أننا خوطبنا بقول الله عز وجل اقرأ. العدو اللدود للمسلمين اليوم هو إسرائيل، والفرد الإسرائيلي الواحد يقرأ في السنة كاملة ما يقارب 40 كتاب. أما الشخص العربي أو 80 شخص عربي مجتمعين يدوبهم يقرأوا كتاب واحد. إذن عندنا مشكلة اليوم في القراءة، وعندنا مشكلة في التعامل مع الكتاب.